برضو نروح سريعا ناخد وجهة نظر واحد من الناس اللي كانوا موجودين في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، كابتن ضياء السام. مساء الخير يا كابتن. بخير يا كابتن سيف، ازاي حضرتك؟ وتحيات كابتن معتصم، كابتن طارق، كابتن امير، تحياتهم لحضرتك. مسهرهم انت سيف، مسهر الكباتن الجمال دول. حبيبي يا كابتن. كابتن، راي حضرتك النهارده في اللقاء وتقييم لحضرتك، ومن المخطئ والجاي عامل ازاي في اللقاء؟ احنا يعني بعد خروجنا من البطوله لا تحلل اللقاء ولا تتحلل الباكج كله من اوله. حل الباكج كله من اوله يا كابتن؟ لو حد عايز يحلل يحلل الباكج كله، وهل كان الاربع ماتشات، احنا الاربع ماتشات زي النهارده، يعني اربع ماتشات متعادلين فيه وما كسبناش، اربع ماتشات داخل فيه سبع تجوان، والراجل بيطلع يقول لك انا داخل فيها ست جوان وجبت ست جوان عادي. مدرب مهزوز ما عندوش خبرات خالص، اختياره كان غلط، واتغطى عليه على اختياره وعدم مناقشه اختياره وتفاصيله الفنيه اعلاميا، واتغطى عليه من اتحاد الكوره بشكل كبير. اتقال لنا انه جاي لمشروع اربع سنين، يعني تقريبا ما فيش حد نادى انه ايه هو المشروع، ما حدش قال، ما شفناش سطر من المشروع. قال لا، عشان كاس العالم وانا هبني، احنا اكبر معدل اعمار في البطوله كلها، ما فيش لاعب جديد اضيف الى الفرقه من 21 الا لاعب واحد محمود حماده وسنه 32 سنه. فكان كل الحاجات دي بيطنش عليها محاسبه من الاتحاد، وبيطنش عليها حتى مناقشه من الاعلام. الاعلام بقى كله يعني كان كله في اتجاه انه احنا بنلعب كره هجوميه جميله، ما كناش عايزين نلعب كره دفاعيه. يعني بعدنا عن المنطق بتاع الكوره والمكسب، ان احنا كوره فيها الدفاع وفيها الهجوم وفيها كل حاجه. المهم ان يعني في الخطوط العريضه كلها احنا ما ناقشناش اي حاجه مع الراجل، مع انه خد وقته كاملا سنه وسبع شهور او ست شهور، فخد وقته كاملا في كل الاجراءات. انا ما بحبش اتكلم في فلوس، لكن احنا مضطرين ان احنا نتكلم في النفقات وعقده والحاجات دي كلها غصب عننا، بتخش ضمن الحسبه كلها. ما فيش حد كان بيراجع الراجل فنيا، لا لجنه فنيه ولا اداره فنيه جوه الاتحاد. انا فاكر احنا في البطوله اللي فاتت بعد الماتش الاولاني ما خسرنا نيجيريا، العقد بتاعنا طلع، عقد الراجل كروش طلع على الهواء، وابتدت مناقشه الشرط الجزائي، وابتدت انه رايح له نائب الرئيس الاتحاد عشان يناقش العقد الشرط الجزائي. راح له رئيس الاتحاد والبطوله شغاله؟ اه طبعا. انا اعرف حاجه واحده، انه انت كسيف كاعلامي كبير ما تعرفش عقد الراجل بنوده ايه ولا في ايه، غير انه بياخد 200,000. انا ما بتكلمش على احنا خلاص، يعني في الخساره في حاجات كتيره جدا بتبقى وحشه، لكن يبقى في محاسبه للاتحاد ومحاسبه للمدير الفني. انا فاكر انه في 2019 انت كنت عضو اتحاد كوره واخلت او استقلت. لا 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 من لا, لا احنا قدمنا استقالتك. قدمتوا استقالتكم بعد الماتش على طول، يعني مظبوط. انا فاكر يعني ان الاتحاد قدم استقالته بعد الماتش على طول. فانتظر ده طبعا، ومش عايز بقى ندخل في قصه ان انتظر اصلاح الكوره، لانها دي ليها مواويل ثانيه بقى، ما اعرفش هتتصلح ازاي. لكن في النهايه الوضع صعب جدا ويضايق جدا، باداره فنيه مهزوزه جدا، بحاجات بقى هتبتدي بقى تطلع، يعني هتبتدي بقى الحاجات الطبيعي انها تبتدي تطلع على القديم وعلى الجديد وعلى كل حاجه يعني. بس فانا رايي باختصار عشان ما اطولش عليك، وانا عارف انك مسهر الناس. ف ده رايي مختصر. لا هناقش، لا وقت عندك انك تناقش حاجه فنيه، ولا وقت عند اي حد انه يناقش اي حاجه. فانا بعتقد كده هنقعد نتكلم لاعب مين واختيار تشكيل وغير انت راي حضرتك حساب الاتحاد وحساب فيتوري؟ استقالات رحيل ده ورحيل ده. الاثنين رحيل افندم، الاثنين رحيل.
الاثنين رحيل يا سيدي. الاثنين رحيل، تمام يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ضياء السعيد.